السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب في درس جديد من دروسنا في تعليم العود بأسلوب مميز عن بعد. درسنا في اليوم سنتكلم فيه عن مقام الصبر، مقام صبرين، وهو آخر مقام معنا من المقامات التي ركوزها على درجة أو نغمة الري. مقام الصبر يسمى بمقام الأحزان لما فيه من جو من الحزن من بدايته حتى نهايته، جميل. ولكن هذا المقام يعتبر ناقص، يختلف عن باقي المقامات، لأنه دائما تعودنا أن المقام يبدأ بدو ويجب أن ينتهي بدو. المقام بدأ بري ويجب أن ينتهي بري. اليوم معنا مقام الصبر يبدأ بري وينتهي بري بمول. هكذا هو المقام، يبدأ بري وينتهي بري بمول. سنبدأ الآن. إذن سنعزف ري ثم مي نصف بمول كما تعودنا مقابل إبهام، ثم فا طبيعية بالثالث. الآن سنعزف عزيز الطالب الصول بمول. لم نتعود من قبل أن نعزف وتر مطلق بمول. أين يكون بمول أي وتر مطلق؟ أي وتر مطلق أين يكون بمول؟ الجواب هو أنه بمول أي وتر مطلق يكون بالإصبع الرابع على الوتر الذي قبله. إذن بمول أي وتر مطلق يكون بالإصبع الرابع على الوتر الذي قبله. نكمل الآن القاعدة. ما عدا وتر لا، وتر لا لا يكون بموله بالإصبع الرابع على الوتر الذي قبله، لا، بل يكون بالإصبع الأول على الوتر الذي قبله. إذن لا هي الوحيدة المختلفة، يكون بمولها بالإصبع الأول على الوتر الذي قبله اللي هو الصول. طبعا الوتر الذي قبل لا صول، وبموله إذن بالإصبع الأول أعفق على الصول يأتي عندي بمول اللا. لكن هذا ليس موضوعنا، هذا للتوضيح القاعدة فقط. اليوم نريد الصول بمول. الصول بمول، نأتي للصول، هذا الصول بموله سيكون بالإصبع الرابع على الوتر الذي قبله. إذن على الري سأعزف بالوتر بالإصبع الرابع. وهذه ربما يتساءل الطالب سيقول لي هذه نفسها هي الفا دييز لكن التي كنا نعزفها سابقا في مقام الحجاز. أقول له نعم، هذه هي نفسها نغمة فا دييز التي كنت تعزفها، ولكن هذا يسمى بالتعادل الصوتي. التعادل الصوتي هو نغمتين يتفقان في الصوت ويختلفان في التسمية، مثل ما ورد معنا الآن صول بمول وفا دييز. إذن صول بمول وفا دييز هذان النغمتان اختلفتا في التسمية واتفقتا في الصوت، هذا يسمى بالتعادل الصوتي. الآن يمكننا أن نكمل. تقول ري من البداية مقام علامات أو لمسات مقام الصبا، ري بالوتر الثالث مطلق، ثم مي نصف بمول بالإصبع الأول مقابل الإبهام، ثم فا بالإصبع الثالث، ثم صول بمول بالإصبع الرابع كما ذكرنا، ثم لا طبيعية. لاحظ معي هنا عزيزي الطالب، لم نعزف الصول الوتر الثاني مطلق، لم نعزفها إطلاقا، انتقلنا من الوتر الثالث بالإصبع الرابع التي هي الصول بمول أو فا دييز، صول بمول، انتقلنا من صول بمول إلى اللا، لم نعزف وتر صول مطلق. لاحظ معي، إذن صول بمول ثم لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، ثم سي بمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني كما تعودنا، ثم دو وتر أول مطلق، ثم ري بمول. تعودنا أن نعزف الري بالإصبع الثاني هنا. بمول الري سيكون بالخفض، تماما كما كنا نخفض المي وكنا نخفض اللا عند بداية الزي، لأن الري مكانها نفس مكان المي ومكان اللا، تنطبق عليها نفس القاعدة. إذن الري بمول تكون بالإصبع الأول عند العلامة الأولى تماما.
بداية الزد. إذا نبدأ من جديد، ري وتر ثالث مطلق، ثم مي نصف بيمول بالإصبع الأول على الوتر الثالث، فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، ثم صول بيمول بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، ثم لا طبيعية بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، ثم سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني، ثم دو وتر أول مطلق، ثم ري بيمول بالإصبع الأول على الوتر الأول. نعيد المقام. نبدأ مع الرتم. ري ثلاثة، مي نصف بيمول بالإصبع الأول، الأصبع الأول على الوتر الأول. مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ابدأ. نحاول الرجوع في المقام. ري بيمول، دو، سي بيمول، لا، سول بيمول، فا، مي نصف بيمول، ري. نعزف المقام. واحد اثنان ثلاثة أربعة، صعود وهبوط. الصبا ري. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في الدرس، وأترككم الآن لتتمرنوا على مقام الصبا، وتمنياتي لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء في درسنا القادم.